عليكم أعزائي طلاب المرحلة الأولى قسم هندسة العمارة. هذه المحاضرة الأولى في مادة مواد البناء. إحنا في المحاضرات اللي أخذناها في داخل الصفوف الدراسية تكلمنا عن الطابوق ونبذة مختصرة عن المواد الأخرى. اليوم راح نتكلم عن البناء الجدران بالكتل البنائية. ما هي الكتلة البنائية؟ تعرف الكتلة البنائية هي الوحدة البنائية التي تكون ارتفاعها أقل من طولها، وطولها لا يزيد عن 6 أضعاف سمك وحسب، اللي هو هذا هنا مبين عندي، هذا الطول وهذا الارتفاع وهذا السمك. ويجب لا يقل الطول عن 337.5 ملم عن 33.75 سنتيمتر، والسمك عن 22.5 ملم يعني سنتيمين وربع، والارتفاع عن 112.5 ملم يعني 11.25 سنتيمتر، والشكل 132 راح يعطينا فكرة عن الأبعاد الموجودة عندي. الكتل تكون مصمتة يعني صلدة عندما لا تزيد نسبة التجوف فيها عن 25% من حجمها، وتكون مجوفة أو خلوية عندما تكون نسبة أكبر من 25 وأقل من 50. والفرق بين التسميتين هو كون التجوف في الكتل الخلوية مغلقة من وجه واحد مفتوح من وجه الآخر. طيب، ما هي المواد المستعملة؟ تنتج الكتل من أنواع الخرسانة ثقيلة أو خفيفة، وبعضها من أنواع الطين المحروق أو المكبوس أو من النورة والجص، لكن الكتل الخرسانية هي الأكثر شيوعا واستعمالا، وتصنع الكتل الخفيفة منها بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي إضافة الركام خفيف الوزن إلى السمنت، يعني يكون ركام يعني الحصو خفيف الوزن. والطريقة الثانية إضافة مواد كيميائية للسمنت والرمل أو فقط للسمنت، وتعمل على تكوين فقاعات هوائية عديدة ثم تكبس وتقطع وتصلب الأنضاج بالبخار وتحت الضغط العالي. هذه عندي أنواع الكتل الخرسانية، هاي المصمتة وهذه مفتوحة من وجه واحد فقط من الأسفل، ومن الأعلى الوجه مغلق، وعندي هذه الخلوية والمجوفة والخلوية اللي بيها فتحات وهذه اللي هي المجوفة. نجي إلى الأبعاد. تنتج الكتل بأبعاد عديدة منها، والأكثر شيوعا اللي هي الطول من 400 إلى 600 متر يعني من 40 إلى 60 سنتيم، السمك من 75 إلى 240 ملتر يعني 7.5 إلى 24 سنتيمتر، والارتفاع من 75 إلى 240 نفس الشيء من 7.5 سنتيم إلى 24 سنتيمتر. أنواع الكتل، النوع الأول هو اللي هو كثيف وثقيل الوزن. الكثيف والثقيل هذا وزن المتر المكعب ما يقل عن 1500 كيلوغرام لكل متر مكعب. قوة التحمل تتراوح بين 3.5 نيوتن للمتر المربع إلى 35 نيوتن للمتر المربع، وبحد أقصى للإنكماش لا يزيد عن 0.6%، ونسبة حركة الرطوبة المسموح بها هي 0.3%، وهذه أقوى أنواع تستعمل في جميع أنواع المباني. النوع الثاني اللي هو نسميه خفيف الوزن، وهو بنوعين، الأول وزن أقل من 1500 كيلوغرام للمتر المكعب وأكثر من 625 كيلوغرام للمتر المكعب، وتحمله بالضغط 2.8 إلى 7 نيوتن للمتر المربع، وبحد أقصى الانكماش لا يزيد عن 8.8%، ونسبة حركة الرطوبة 0.5%. أما النوع الثاني من الخفيف اللي وزن أقل من 625 كيلوغرام للمتر المكعب وبقوة تحمل 2.8 نيوتن المتر المربع المتر المكعب
متر مربع، وبحد أقصى الانكماش لا يزيد عن 0.6%، ويستعمل في بناء الجدران الحاملة وتحت مستوى مانع رطوبة. وفي حال الجدران الداخلية وفي الجدران الخارجية ممكن بعد نستخدمها، بس نعالجه بمانع رطوبة، كان يكون اللبخ أو الصبغ وغيرها حتى نمنع دخول الرطوبة إليه. ما هي مزايا الكتل؟ يمكن تخليص مزايا الكتل بأول شيء التقليل أو الاقتصاد من وقت التشييد، وقد يصل إلى نصف الوقت اللازم لبناء نفس الجدار بالطابق. يعني كتلة واحدة تحط همونة وتبنيها أحسن ما تبني كذا واحدة من الطابق. اثنين، استعمال كمية أقل ملمونة بسبب قلة المفاصل. أكيد قلة عدد كبر الحجم راح تؤدي إلى قلة المفاصل، والمونة تكون عندي أقل. ثلاثة، المتانة الإنشائية، لأن نسبة قوة الجدار المشيد بالكتلة الخرسانية إلى قوة الكتلة الخرسانية أكبر من نسبة قوة الجدار المشيد بالطابق إلى قوة الطابق نفسه. إذا نسبة القوة تقاس بنسبة الارتفاع، ارتفاع الجدار إلى السمك للوحدة أو للعنصر. وفي هذا يمكن استنتاج أن قوة الجدران المشيدة بالكتل تكون تحملها أثقل وقدرتها أحسن من الطابوق، من الجدران المشيدة بالطابوق. أما المزايا الخاصة بالكتل الخفيفة فهي أول شيء العزل الحراري، كونها تحوي على فراغات كبيرة وبالتالي يكون عزل حراري. سهولة تثبيت البراغي والمسامير أو الحفر فيها أسهل من الحفر بالكتل الثقيلة أو الطينية. ليش؟ لأنه هذه هشة ممكن أنه نثبت بها البراغي أو المسامير، بينما الكتل الخرسانية تكون قوية وبالتالي عملية الثقبها تكون صعبة. ثلاثة، ذات قابلية جيدة على امتصاص الصوت، كون الفراغات موجودة بالتالي ممكن. ومن مساوئها الكتل الخفيفة، أول شيء الانكماش فيها أكثر من الكتل الثقيلة، لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات حتى نقلل من التشققات اللي تنتج نتيجة أعمال المباني. الكتل الطينية، وتكون عادة مجوفة بشكل عام وتعمل بطريقة البثق، ويكون الطين اعتيادي وبعد حرقه كثيفاً إذا قابلية على التكسر، مما يسبب مشاكل في التقطيع وفي تثبيت المسامير به. يعني وهذا النوعية اللي احنا نشوفها موجودة بالسوق اللي هي الطابوق الأحمر اللي بفراغات كبيرة، مو الطابوق المثقب اللي اتكلمنا عنه سابقا واللي شوفناكم نموذج من عنده. لا، هذا النوع طابوق أحمر موجود، وراح نشوفكم بعد شوية أشكاله بس غير ملونة، بس هي اللون الطابوق الأحمر. ويمكن من هذا الطين وبعد حرقه كثيفا يكون على قابلية تكسر. أما الكتل المعمولة من التربة دياتومية دياتوميكس، فتكون أقل كثافة وسهلة القص وتثبيت المسامير فيها أسهل، وتنتج بأبعاد مختلفة كما في الشكل 134-2. أما القوة، قوة تحملها الانضغاط حسب مواصفات البطانية، تكون مقسمة إلى كتل للقواطع غير الحاملة، وهذه ما تتحمل وزن، فقط تغلق الفتحات، اللي هي قوة تحملها 1.38 نيوتن للمتر المربع، والكتل للجدران الحاملة اللي هي 2.8 نيوتن للمتر المربع. عند البناء نستعمل الربط بالطول والمادة الرابطة المستعملة مثل تلك بالطابق، ويفضل بالنسبة للجدران الخارجية لبخة من الخارج، أما بالنسبة للأعتاب فوق الفتحات فتعمل يجب أن تعمل يفضل أن تعمل بمقاطع الحديد أو بالخرسانة المسلحة أو بالطرق الاعتيادية. ليش نبني بالطول؟ لأنه هي لها طول وبالتالي لا يفضل بنائها في بالأرض. السيطرة على التشققات في الكتل الخرسانية، من الإجراءات لازم اتخاذها حتى نقلل التشققات الناتجة عن الحركة المتسببة نتيجة الحرارة أو الرطوبة،
واللي تكون كبيرة إلى حد ما في الكتلة الخرسانية. عندي مجموعة من الحاجات اللي يجب أن نستخدمها حتى نتجنب التشقق. أول شيء استعمال مادة رابطة ضعيفة عند عداء الأعمال اللي تكون الأحمال فيها عالية. يعني نستخدم المونة اللي هي 1-3-6، 1 سمنت، 3-2 نورة، عفوا 1-2-6، 1 سمنت، 2 نورة، و6 رمل، أو ما يوازيها بمونة السمنت زائد المادة ملدنة وملينة. شنو فائدة المونة الضعيفة؟ تساعد على توزيع الإجهادات عن الإجهادات عن الحركة لجميع المفاصل. ثانيا، تحديد طول الجدران بمفاصل بحيث يكون الطول 1.5 بقدر الارتفاع. إذا طول الجدار يجب أن يكون 1.5 بقدر الارتفاع ولا يزيد عن ضعف الارتفاع، وفي جميع الأحوال ما يزيد عن 15 متر بحال الأحوال. 3، يجب تجنب الجدران الضيقة أعلى الفتحات وأسفلها، يعني يكون سمكها قليل. إذا اضطرينا نسوي هذا الشيء يجب أن نسلح الفتحات سواء أسفل الشباك أو أعلى الشباك بمشبك معدني، ويفضل أن تكون الفتحات بارتفاع يساوي ارتفاع الفضاء، يعني ارتفاع يوصل للسقف، حتى شنو، حتى ما نحتاج إلى نسوي أعتاب بيها. الطريقة الرابعة، يجب أن يكون الساف الأخير في الجدران الحاملة والمشيدة بالكتل المجوفة من نوع المصمت، يعني نستخدم نوع مصمت مو مفرغ أو مجوف، أو إذا كان نستخدم مجوف فنملي الفتحات بالخرسانة ونحط عليه خرسانة بعد أن ننصب عليه مشبك معدني من الأسفل، حتى شنو، حتى يساعد في توزيع الأحمال على طول الجدار. نجي إلى الربط في الجدران المشيدة بالكتل. قلنا تكلمنا عن الربط، قلنا مبدأ الربط لأنه هذه الكتل طولها كبير، وبالتالي يفضل استخدامها واستخدام الربط الطولي فقط، يعني شنو، يعني نبنيها على طولها بحيث يكون عرضها هو عرض الجدار. فلذلك فإن الطريقة المتبعة هي الربط الطولي. المقدار التراكب أو بين ساف وساف عادة يكون مثل بناء بالطوب، القطعة البنائية هذه راح تزحف إلى نصف القطعة اللي تحتها، ويمكن أنه نقلل هذا إلى الربع في الأركان والتقاطعات. نشوف هذا هنا تحديد طول الجدار، تحديد طول الجدار هنا، وهنا عندي تجنب البناء بالكتل فوق الأبواب في المناطق الضعيفة، وبالتالي شنو، ممكن أن نصل إلى كامل ارتفاع الجدار بحيث يكون عندي فتحة كلها كاملة توصل إلى جدار مثل هذا هنا، يوصل إلى السقف. طيب قلنا أما الجدران الحاملة للأثقال لا يفضل ترابطها مع بعضها عند التقاطعات ولا مع الدعامات إن وجدت، يعني شنو، الجدار المتعامدة كل واحد يكون منفصل عن الآخر. أما طريقة الربط يجب أن نسمح بطريقة البناء الحركة تأخذ مجراها مثل ما موجود في الشكل 138-2، وعند حاجة إلى التدعيم في مناطق التقاطعات ومناطق الالتقاء يجب أن نربطها برباطات أو دعامات تربط الجدران مع بعضها. طيب، يتم ربط الربط برباطات معدنية على شكل راستة معدنية
أو شريط مشبك يوضع كل متر وعشرين ارتفاع، نخلي قطعة واحدة من الجدران المتلاقية. وعندما تكون الكتل مجوفة، نستعمل رباطات معدنية راسطة بنهايتها يكون مثل الكلاب معقوفة، تدفن في المونة في الفتحات أو في الفراغات الموجودة، وتملأ هذا التملأ التي تملأ الكتل وتثبتها بالخرسانة مثل ما موجود في الشكل 139-2 والشكل 142-2. أما بالنسبة للدعامات، عندما تكون الكتل مصمتة، يعني كتل كبيرة وخاصة الوزن الخفيف، نستعين بشريط معدني. شنو الشريط المعدني؟ شريط معدني مشبك مثل الموجود في شكل 141-2، ونستعين بقضبان التسليح لتقوية نقاط تمركز الأثقال كما في الشكل 142-2، واللي هذا راح نشوفه في مثل ما موجود عندي هنا. هذا الشكل 138-2 تقاطع على شكل حرف تي، وبالتالي نربطه بهذا الرابط الموجود عندي، أو ربط الدعامات مثل ما موجود عندي. إن هذه الدعامات تدخل في فتحات ونعم بها بالإسمنت، وبالتالي تؤدي إلى عملية ربط الجدران مع بعضها. أو الطريقة الأخرى، قلنا إذا كانت مصمتة إيش راح يكون عندي؟ راح نحط مشبك معدني أو شريحة مشبك بالشكل هذا، كل مسافة 120 متر، حتى نربطها مع بعضها. أو الطريقة الأخرى، إذا كان عندي الجدران المشيدة، ممكن نحط نقويها بالتسليح بالشكل هذا، أو عندي هنا نحط مشبكات معدنية معقوفة كما بالشكل الموجود عندي هذا للجدران المجوفة، وبالتالي هذه راح تكون عندي نهاية المحاضرة الأولى. ونشكركم حسن إصغائكم.